كل منا خيبة وأمان، نطيح وننكسر نرجع نحاول، نوقف ونمشي تعبنا ما نبي غير راحة قلب وراحة بال، تعبنا نتبع أحلام خسرنا لجلها كل شيء ورود ملونة، والكل منا خيبة وأمال، نطيح وننكسر نرجع نحاول، نوقف ونمشي تعبنا ما نبي غير راحة قلب وراحة بال، تعبنا نتبع أحلام خسرنا لجلها كل شيء. تجبرنا أحيان الحياة نضحي في أشياء كثير، وأحيان يدور الوقت ويجبرنا على اللي نكره، تجبرنا أحيان الحياة نضحي في أشياء كثير، وأحيان يدور الوقت ويجبرنا على اللي نكره، وأحيان فينا دنيانا وتجبرنا نصير اللي ما كنا نبي إنا نصير ونشبه، وأحيان تكسى فينا دنيانا وتجبرنا نصير اللي ما كنا نبي إنا نصير ونشبه، ولما تكون الريح دايم عكس ما المركب يسير وتقلب الأمواج ضيمه تضرب من كل جهة، تبرد مشاعرنا وتصير قلوبنا كرسي أخير، والكراسي الأولى يملاها الأنا والمصلحة، اتصالك فاجأني، بس ترى ما عندي لساعة واحدة بس أقعدها معاك، عندي اجتماع مهم لازم أحضره. أوكي بس تفضلي. مشكورة. شون تشربين؟ قهوة سادة لو سمحتي. لو سمحت أثنين قهوة سادة. خير، شو الموضوع المهم اللي تبيني فيه؟ صهيب. ايش في صهيب؟ ليكون متضايق ان اختك بتتزوج طليقك. لا، اذا عرفتي صهيب مستحيل تضايقين عشانه. انا متضايقه عشانك انتي. متضايقه عشاني انا؟ ما اعتقد ان مصلحتي تهمك. احنا خوات بالاسم بس. احنا صدق خوات بالاسم، بس احنا خوات سواء حبينا شيء او كرهناه. انا صهيب ما يهمني وما عاد تفكر فيه، بس من واجبي كاختك اني اقول لك سوالفه عشان ابرد ذمتي، بس بعدين القرار بيكون لك. مع اني مستغربه من تدخلك في الموضوع من الاساس، بس تفضلي اسمعك. الو، هلا فهد، هلا حبيبتي، بخير؟ عساك بخير. مبروك على شنو؟ خطبة بنتي هبة؟ وانتي شلون عرفتي؟ من اللي قال لك؟ شلون؟ جالك مسج بالواتساب؟ صدقك انتي؟
انزين ولي عافيك، طرشيلي المسج وعقب ارجع اكلمك. يلا حبيبتي مع السلامه. بصيبه شلون انتشر الخبر كذي؟ خير يما صاير. صدق يما ام فهد تقول يا لها مسج موضوع خطبه اختك، بعد من اللي نشر الخبر؟ منو بعد يما؟ هذا اكيد شغل صهيب. ما بستعيل، انا بروحي متوتره. اي انت لا تردين على احد، لا تاكدين شيء ولا تنفين شيء. انا لا راح ارد على احد ولا بشوف تليفوني. ما ادري ابوي وهبه شلون يفكرون. ينوا هذول ينوا. هيثم ايش فيك؟ ما يصير تقول على ابوك ين؟ الا ين ونص. عيل اكو عاقل يسوي بنته كذي؟ ما تعلم من درس بنته الاولى، يقوم يسوي بالثانيه نفس الموضوع. يما ايش في ابوي؟ طالب يعني مسج وهذا كل شيء. ايش رايك اللي سمعتي؟ بصراحه فاجأتيني، بس صار معلوم. خلاص المعلومه وصلت، مشكوره على اهتمامك. هبه انا مستعده احلف لك ان كل كلمه قلتها عن صهيب صدق. صهيب هذا انسان مريض، انا عمري ما شفت واحد احقر منه، يتعامل مع الكل على أساس أنه هو أعلى من البشر. صهيب هذا أصلاً زير. بس جنات خلاص استوعبت كل شيء قلتي. إذا خلصتي كلامك أنا حابة أمشي لو سمحتي. أنا آسفة أني ضايقتك وتدخلت خصوصياتك، بس صدقيني أنا مالي مصلحة أني أمنع هالزواج. على فكرة ترى أنا مرتبطة وقريب رح أتزوج إن شاء الله. الله يوفقك. هبه شلونك؟ ادري فاجأتك، كان المفروض اخذ منك مواد قبل اي كذي فجأة، بس ادري بترفضين. اسمحي لي اقعد؟ تدرين كنت ايهني وايد بس عشان اشوفك وانتي طالعه من الدوام. عمري ما نسيتك لحظه واحده، كنت كل ما اشتاق لك ايه اشوفك. كنت اتصل عليك عشان اسمع صوتك. خير طارق؟ ايش تبي مني الحين؟ ليش جاي؟ خبر وصل حق امي استفزني. هبه صهيب سمعته مو زينه، صدقيني ما يصلح لك. حلوه هذه ما يصلح لي. بعدين تعال تعال تعال، انت باي صفه قاعد تتدخل في حياتي عقب ما عفستها؟ ها اذا كان هذا رايك الشخصي فخلل نفسك، ما يهمني. هبه انا للحين احبك، ما نسيتك لحظه واحده والله. هبة أنا وايد تعبت وايد تعذبت، مو سهل عندي أي أقولك هالكلام الحين، بس صدقيني حبنا يستاهل فرصة ثانية. لا تاخذين صهيب، خلينا نفتح صفحة جديدة. إيش قاعد تقول؟ أي صفحة جديدة هذه اللي تبي تفتحها؟ طارق طلقتني قبل عرسنا بأسبوع واحد بس. خليت الناس يتكلمون فيني وبسمعتي، أهلي حتى ما يشتهون يسمعون اسمك. يا عقب كل هذا
وتقول انك للحين تحبني؟ وين كنت الفترة اللي طافت هذه كلها؟ ها؟ وين كنت؟ انا اقول لك ليش جايه الحين؟ جايني لان تقدم لي واحد احسن منك، واحد يقدرني ويقدر شغلي ويقدر المكان اللي انا وصلت له ويقدر نجاحي. وانت طول عمرك تحاول تكسرني وتهدمني. لكن لا، لكن الزمن ولا ولا وراح خلاص. شيء واحد بس اللي يردني لك يا طارق، تدري شنو؟ انك تعيد الزمن اللي ورا، لذيك اللحظه اللي طلقتني فيها. تقدر تعيد الزمن اللي ورا؟ ايش فيك؟ تقدر ولا لا؟ ما اقدر للاسف، ما اقدر. والله راسي صدع. حسبي الله. السلام عليكم. هلا وعليكم السلام. ردي رد على التليفون. ما برد. عيست وانا رد على التليفون من الصبح للحين. ما ادري من المسوي خبر عن خطبه هبه وصهيب وناشره بالكويت. صج لي الحياه وما يستحق على وجهه. يا ربي. فكينا من السالفه زين، غدات زاهب ترى ميت من الجوع. الحين انت ما تفكر الا بالاكل؟ شوف لك صرفه، شوف لك حل. وحش علي الحين خبر وانتشر، انا ايش اقول؟ يا ربي منك. استاذه هبه، واحد جاب لك الهديه دي وما رضيش يقول لي اسمه ومشي على طول. شكرا. ها عبد الوهاب، بشر بالمدرجات يا؟ اي وصار والامور طيبه. زين خلينا نطلع. لا تحاتيني يبا، قاعد اقول لك كل شيء تمام، الامور طيبه. انت متاكد؟ يا متاكد طبعا متاكد. زين. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وهذه الحين على حالها؟ اي ليه ما الحين؟ البنت قلبها ذايب على هالنذل المسعود، من يوم طلعت مستشفى لحين لا سأل لا دق عليها لا تطمن، حسبي الله عليه. ولا أخته ماخذ إجازة رعاية أسرة وبعد ما ترد عليها، وانت الله يهداك عيست منك، أقول لك دق عليه شوف آخرتها معاه. ماني داك عليه، واللي يصير يصير، وهو المفروض يدق. يا عبد الوهاب، البنت حالتها حالة، أنا خايف عليها، قاعد تمر بحالة اكتئاب، ما يصير كذي. وين بنتي الأولية؟ وين ضحكتها؟ وين سوالفها؟ لو سمحتي هالموضوع هذا أجلي إلى ما بعد العرس، مو وقت الحين. هيثم سافر البحرين؟ أي سافر، عيس منه يحضر العرس مو راضي. أحسن، أبرا كم ساعة أحسن لا يقثنا. إي والله العرس بتم فيه وبلياه. المهم البنات وينهم؟ بعدهم بالصالون. زين، على أنا بنزل أجاب العمال. ألو؟ إي هلا سلوى، هلا حبيبتي. إي عمري، الأغراض ذا كلهم ودوهم البيت أحسن. فستان لحظة شوي. عمري تقولي فستان تجيبه هني الصالون؟ لا لا البيت. شلون؟
تقول ودوه البيت. ما أدري براحتها، خلاص إحنا نخلص تروح تلبس. يلا يلا. وأنتي لو ما أخذ فستان أبيض أريحك، الحين شو ينسقون مع الميك اب؟ جاءمت من نفنوف الأبيض. شو نسوي معك؟ حتى قاعد فندق ما تبين. أنا خايفة بس من زحمة الناس عندنا بالبيت، أخاف ما يكفي. حتى عرس الفندق تشائمت منه. أنت إيش فيك؟ كل ما أقول لك شيء متشائمة منه. حبيبتي فرحي، هذه فرحتك، ما يصير كذي. ألو صالون، هلا حبيبتي. هلا. إيه موجودين تحت على الموعد. آه خلاص ما في أحد نصعد؟ أكيد ما تبي تشوف أحد. هي يلا يا عمري كان نصعدي. يلا يلا قومي موعدك. أكيد هتاف ماكو أحد؟ ماكو أحد موعدك. مجهز الفي آي بي روم؟ إيه يلا قومي. مالي خلق أحد يشوفني؟ أحد راح يشوفك، قومي يا مالي. خلي أنا أخذها. هل أختي مال أنتي؟ لا هذه مو أختي، بس يمسي مال أختي أنا. شوي شوي دري بالك على سير. إن شاء الله إن شاء الله. لايتي إن شاء الله. حيا الله من يانا. الله يحييك. شكورة. ما تدرين إيش كثر والهانة عليك. حبيبتي والله وأنا بعد. طمنيني شلون دراستك؟ والله تمام، ما بقى شيء أخلص الماجستير عشان أقدم على الدكتورة. حبيبتي والله الله يوفقك إن شاء الله. وياك يا رب. هذا راشد اللي قلت لك عنه. صدق؟ ألو؟ هلا راشد. شو عندي اليوم؟ ما عندي شيء. يعني أنت تدري فيني، أنا ما عندي طلعات زيادة. والليلة ويكند بعد وزحمة. تبي تشوفني؟ بس جنات تكفين لا تقولي لا. في موضوع مهم لازم أكلمك فيه اليوم. لا لا لا. ما ينفع ينقال بالتليفون. تكفين لا تترددين. إيه بعد المغرب يناسبني. إن شاء الله. لا 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 تحاتين. إن شاء الله أنا بالموعد راح أكون عندك. مع السلامة. تدري أكيد بيقول لي عن موضوع زواجنا. يا رب أنت تستاهلين كل خير. لأنه هو من فترة قال لي أنه بيقول حق أمه عني. صدقين مريومة، الله ديت لي راشد عشان ينقذني من الوحدة اللي أنا فيها. حبيبتي صبرتي ونلتي. إلا خالتي شلونها؟ صار لها مدة مقاطعتني ولا حتى فكرت تسأل عني. ما علينا، كلها فترة قصيرة إن شاء الله، ما أحتاج لا أمي ولا أبوي ولا أي أحد ثاني. إن شاء الله راشد بيغنيني عن الكل ويحوضني عن كل الشقة اللي شفته بحياتي. راشد ايش فيك ساكت؟ صار لنا اكثر من 10 دقائق واحنا قاعدين وانت ساكت. ممكن اعرف الموضوع اللي كنت تبي تتكلم فيه؟ جنات انا البارحه فتحت امي بموضوع زواجنا. صدق؟ شنو قالت؟ ماني عارف شو اقول لك، بس امي عارضت موضوع زواجنا وايد. ممكن أعرف شنو السبب؟ تقول إنك أنت مطلقة وأمك بعد مطلقة. بس أمي متزوجة الحين وأنت عارف هالشيء. أنا ما أبي أجرحك، عشان كذي أنا لازم أكون صريح معك.
أمي تقول مو المفروض إن أنا أتزوج واحدة مطلقة، خصوصاً إن أنا ما تزوجت من قبل. تقول إنك أنتي تربيتي مع أمك، وإن أمك عايشة بشقة بروحها سنين، وأنتي بعد الحين عايشة بشقة بروحك. وتقول تقريباً يعني إن أبوك متبري منك. أشد، أنا من أول مكالمة بيننا صرحتك بكل شيء وشرحت كل ظروفي، ما كذبت عليك ولا خدعتك. وعلاقتي بأبوي تعرف طبيعته، وأعتقد الحين مالك حق تعايرني بشيء أنا مالي ذنب فيه. جنات، أنا عارف كل هالكلام وأنت رايتك بيضة، بس أمي كبرت الموضوع وايد. أمي ينت لما درت إن أنا أحبك، شقت هدومها وارتفع ضغطها. أنت تدرين إن أمي من أمس بالمستشفى؟ أنا محتار وماني عارف شو أسوي، صدقيني. أنت عارفة أنا إيش كثر أحبك، بس بنفس الوقت هذه أمي تهمني وما أقدر أزعلها مني. بس راشد خلاص. يا يبا وين رايحة؟ قاعدة خلنا نتفاهم شوي. ساعتك وصلت، ماكو شيء نتفاهم عليه بعد. الله يوفقك بحياتك، بس تكفى ما بتتصل عليه ولا بيشوفك بطريقي بعد. نورت بيتك ومكانك، ألف مبروك. الله يبارك فيك. أكيد تعبتي، الحفلة تعب على روس، أكيد من الصبح ما قعدتي. إيه، بس تعب الفرح حلو، مو؟ مو، يا كل الحلا أنتي. حياك، تفضلي. جينات سبيتش، ليش كله زعلان زعلان؟ خسرت كل شيء، أصلا من أول ما انولدت وأنا خسرانة. خسرت أبوي لأني انولدت بنت مو ولد، وبعدين خسرت نفسي لأني بعت الصهيب بس عشان أدخل عائلة أبوي. خسرت صهيب لأني ما قدرت أتحمل غرورة وظلمالي. وخسرت أمي، تزوجت وخلتني راحت عشان تشوفني حياة ثانية، تخلت عني بكل سهولة. بالأخير خسرت راشد، حب حياتي، بس خسارات. تعب بس كافي، مو قادر أتحمل. أنا لازم أتغير، ما أبي أحد بحياتي، لأني مو قادر أتحمل
اقترح مرة ثانية. أنا لازم أغير كل شيء، لازم أغير من نفسي وأدير بظهري حق اللي داروا بظهرهم لي. أبوي، أمي، راشد، وهيثم، كلهم ما أبي ولا أحد في حياتي خلاص. هلا بالحجية، شلونك يمه؟ هفاي الحجية ماكو حتى الحمد لله على السلامة. متى رديت؟ أمس بالليل كالعادة. والله ما هقيتها منك إنك ما تحضر عرس أختك ولا تكون معانا وإحنا نوديهم المطار. هي سافرت؟ إي سافروا. صهيب خذها شهر عسل. الحين أنا أسألك بذمتك، إذا أنت الحين ما توقف مع أختك بعرسها، من يوقف معها؟ يما أنت تدرين أنا الزواج هذا ما كنت موافق عليه، بعدين أنا الريال هذا ما واطنه، ما أعرف أجامله. عنيد عنيد، ماكو فايدة فيك. لا عنيد ولا شيء، يما أنا هذا ما أعرف أجامله ولا وجبة ولا ينزل لي كلش. ما بيك تتكلم عنه كذي، هذا الحين ريال أختك. خلاص، بسكت. أنا الحين اللي شاغل بالي موضوع أختك هند. هند كاسرة خاطري وماني عارفة إيش أسوي معاها. والله يما أنا برأيي إنه لازم نوديها حق دكتور نفسي. لا 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 دكتور نفسي ولا شيء، أنا أصلاً أخاف من أدويتهم. يما إيش قاعد تقولين الله يهداك؟ يبا هذا دكتور متخصص بشغله، عارف شنو قاعد يسوي. بعدين تعالي خليني أقول لك على شيء. تدرين إن خطر الاكتئاب على الإنسان أخطر من الأدوية اللي أنت خايفة منها؟ المشكلة إن هذا ريلها الدعل ما يستحى على وجهها من يوم طلعت المستشفى للحين لا دق ولا سأل ولا تطمن عليها. لا والمصيبة الأكبر أبوكم عاند مو راضي تنزل ويروح يدق عليه ويشوف السالفة. إيه أبوي ما حق، هو ريلها ما رد يدق عليها، بعدين ما يصير شيء مخليها معلقة طول هالفترة. جنات، صدق الخبر اللي سمعته؟ صدق بتقدمين استقالتك هالاسبوع اخر اسبوع لك بالدوام؟ اي صدق. زين ليش؟ كل هذا لان ام راشد ما وافقت على الزواج؟ ايش دخل هذا بهذا؟ انا قررت اغير كل شيء. قررت اني انا اغير حياتي. ابي ابتدي من مكان ما حد يعرفني فيه. خصوصا من الناس اللي تخلوا عني وأذوني. جنات حبيبتي، ماما انتي سمعيني، دوامك هذا رزقتك، انتي عايشة منه، اللي ما تبينه بحياتك قطعي علاقتك فيه وخلاص انتهى الموضوع. بس هالمكان هو اللي تعرفت فيه على راشد، ما أقدر أقعد فيه أكثر، ما أقدر سنة، ما أقدر. تكفين واللي سلمك سكتي سكتي، أنا عندي أوراق بروح أوقعهم من وفاء ويلك، كلامي معاك ما خلص. ما أقدر تعرفت عليه هني. ألو؟ هلا أخوي. إيه أنا دقيت عليك. مكتب العقارات صح؟ إيه أخوي، بس بغيت شقة صغيرة وياريت تكون مفروشة بسعر معقول وبمنطقة هادية. هيثم أنا لازم أشوفك اليوم، في موضوع ضروري ولازم أكلمك فيه. إيه إيه الموضوع وايد ضروري، كل ما أبي أكلمك فيه ما يحصل لي مجال. أبي أشوفك الحين، مالك شغل بمحاضرتي، المهم إني أنا اليوم أشوفك.
خلاص أوكي. خلاص عيال. بعد نص ساعة نتلاقي بالمحد. شنو يعني؟ أنت شلون أصلاً تخشين علي موضوع نفس كذي؟ قدم لك واحد وأنا آخر من يعلن؟ شلون تخشين علي؟ هيثم اهدى شوي. أنا كلش مو قصدي أنا أخش عنك هالموضوع. بس أنا كل ما أبي أقول لك إياه تطلع لك سالفة ويا خواتك، بس مو قصدي إني أنا ما أقول لك. المهم الحين قولي لي، أبوك شنو قال؟ مصر إنك تشوفين هذا وتقعدين معاه؟ أبوي مسوالي هوشة كبيرة بالبيت. وكان مصر إنه هو يعرف شنو سبب رفضي حق الزواج. وما عرفت شو أرد عليه. زين سمعيني، أنا اليوم بكلم أهلي وعقبها أنت كلمي أبوك عشان تقدم لك رسمي. صدق هيثم؟ أنا كنت خايفة أحرجك. سارة أنت إيش قاعد تقولي؟ شنو أحرجك ما أحرجك؟ يعني أنت معقولة للحين ما دريت أنت شنو بالنسبة لي؟ أنت مو بس حبيبتي، أنت حبيبتي وعمري وحياتي. أنا حبيت عمري وحياتي منك، أنا حياتي من غيرك ولا شيء. ما أقدر أتخلى عنك بسهولة هذه وأمشي، ما أقدر. أنا الحين بعرف أنت على شنو رافضتني. أنا ماني قادر أتقبل هالفكرة هذه. إيش فيك؟ سويت أنا؟ على بنا أنا كنت أبي أكلمك قبل لا يتوفى ريلك. ريلك كان بغيبوبة أصلاً. بعدين تدرين أنا سويت عشان أقنع أهلي بزواجنا ولا ما تدرين؟ شنو الغلط اللي أنا سويته؟ صالح، أنا قاعدة أعيد وأزيد بنفس الكلام كل يوم. هذا مكان شغل، مو زواج وحب وغراميات. هتاف إيش فيك؟ ترى أنت قاعدة تخسريني بعنادك هذا. صالح، المسألة مسألة مبدأ. أنت ما احترمت كوني متزوجة قبل، والحين ما تحترم قراري إني ما أبي أتزوج. يا أخي أنا ما أبيك ولا أبي غيرك. البلد مليانة بنات، كل واحدة تقول الزوج عندي. روح شوف لك واحدة تناسبك، ما كل أنا. وأنا ما أبي غيرك، أبيك أنت وبس. هتاف أنا أحبك، استوعبي عاد. صالح، أنت ترى والله زوتها. شنو تبي لي أثبت لك إني ما أبيك وما أبي أتزوج؟ تبي أحلف لك على المصحف؟ يا أخي أنا تعبت، حس شوي على دمك. ما أبي أتزوج، والله العظيم ما أبي أتزوج، بس فكني من شرك، خلني بحالي. بس 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 لهني وكفاية. كرامتي فوق كل شيء. بصراحة ما توقعت هالحكي. عموما إذا وعى ضميرك هزتها أوعدك ما راح تلقيني. هنبنك. هلا أبو عزيز، إيه شفت الشقة؟ وايد عجبتني، بس يا ريت أوقع العقد الحين. أوكي، وإن شاء الله خلال كم يوم أنتقل هني. إيه موجود، لحظة. مالو؟ ماشي حال، ماشي. هند، يلا الكل ناطرج تحت، أبوي يقول ما رح يأكل إلا من تنزلين. ما أشتي يأكل هلا، ما أبي. روزن سويت لك بطاط مقلي، كنت وايد أحبه قبل. يلا عاد نزلي، حرام أبوي حاط الصحن قدامه وناطرج ما يبي يأكل إلا من تنزلين. يا ريت ترد أيام قبل، أيام ما كان همي بس الأكل والسوال وفي الغشمر. أحس الهم كبرني، أحس صرت إنسانة ثانية ما عارفني، ما عاد شيء يفرحني بالحياة. يا حبيبتي يا هنودة، لا تقولين كذي، وكلي أمرك لله، الله كبير وإن شاء الله بيعوضك خير. يلا يا حبيبتي، يلا قومي نزلي معي، ولا تبي تموتينا من الجوع؟ إن شاء الله الحين الحقت. يلا حبيبتي.
سلام. سلام مرفوع. أبي خط تعبئة مو فواتير، وأي رقم عادي؟ شنو قط؟ في خط وايد، شوف أنت نقرأ رقم، ترى رقم أنا أوكي. كم مرة أنا قايل لك سكري على الموضوع فكينا، قلت لك لا يعني لا خلاص كلش خلاص، أنت يا حبك حق اللوكلوك بس كافي. يبا في موضوع ودي أكلمك فيه إذا في مجال. خير إن شاء الله، باش عندك؟ والله لو نسولف المكتب أحسن وتكون أمي معنا بعد. أحم أحم، يعني إحنا مالنا لازمة طرد بذرابة؟ لا لا أصلاً مرتكم تدرون. خير يما قول تحت شا. صراحة يما في بنية حابها ودي تزوجها. صدق؟ والله فرحت لك يا هيثم. زين، والبنت هذه نعرفها من أهلنا؟ لا لا يبا هي مو من أهلنا، هي تدرس معاي بالمعهد وحيل محترمة وأخلاقها عالية. آه يعني مثلك، تحب الشخابيط والخرابيط. هذه من متى تعرفها؟ شو اسمها هذه؟ أعرفها صار لي فترة يما، اسمها سارة عبد الرزاق. صدقيني إذا شفتوها راح تحبونها نفس ما أنا حبيتها. وأبوها دكتور عبد الرزاق اللي عنده أكبر مركز طبي بالسالمية. إيه الدكتور عبد الرزاق، إيه لا الرجال والنعم فيها، أنا عارف الرجال عصامي بنى نفسه بنفسه. وعلى ما أظن إنه بعد مرته دكتورة مو كذي؟ إيه عدل يبا. يبا تكفى، في دكتورة بتقدم لها وأنا ما أبي المنية تروح من إيدي. يبا حرام، خطبوها لا. إيه إيه عدل. تكفين قولي لهم خلي يقتنعون، البنية صدق ذهبها وأنا حابها. زين، وش تبيني أقول لأبوها؟ أقول له إن ولدي لما الحين يدرس وما يشتغل؟ إيه بس أنا عندي وظيفة بالمعهد يبا. الوظيفة اللي عندك ما تفتح فيها بيت، يا دوب تكفيك. وما أظن إن أبوها إنه بيرضى، لو أنا مكانه ما راح أرضى. يبا حرام لا تسكرها بويها، خلينا نكلم أهلها. الحب الصجي مو كل يوم نلقاه يا يبا. أي حب أي خرابيط، هو أصلاً ما يبي لنا طار إنه يحب ولا يبي يتزوج. يما الله يهداك، أنت لا ترين بعد أنت والزمن علي. البنية أنا قلت لكم صدق حابها وأبيها. خلاص أنا ما عندي مانع، قول حق البنت تقول لأبوها إذا وافقوا أنا ما عندي مانع، أنا مستعد أروح وأخطبها لك. شلون يعني يبا؟ يعني قول حق البنت تكلم أبوها خلها تجس النبط مثل ما يقولون، تمهد الطريق. إذا وافقوا مثل ما قلت لك أنا ما عندي مانع. أنا بصراحة أقول لك يا بكل صراحة، ما عندي استعداد أروح أفشل نفسي وأعرض وجهي هناك وأحرج أبوها. مثل ما قلت لك تقول حق أبوها إذا وافق أنا مستعد أروح، غير كذي لا. إن شاء الله يبا، خلاص أنا أكلمها وأخليها تبلغ أهلها. اسمعني، دق على شركة السيارة مالت التكييف، خليهم يشيكون على العمارة كلها، ما أبي السكان يشتكون. حاضر إن شاء الله. يلا روح روح روح، يلا يلا. جنات شلونك يبا؟ الحين كل اللي باقي انك تكلمين اهلك عشان نيجي نتقدم لك. ايش فيك ساكتة؟ خايفة. مو بس خايفة، الا مرعوبة بعد. قوي قلبك. الحين صار وقت الجد. دام احنا نحب بعض لازم نتمسك ببعض للنهايه. ان شاء الله تكون النهايه حلوه ونتزوج. حبيبتي لا تخافين، دام احنا نبي بعض ماكو شيء راح يوقف بطريقنا. المهم سمعيني، خل انزل انا اكلم امي. هي شكلها زعلانه لاني ما صالحتها عن علاقتنا، شايله بخاطرها. هيثم شنو يعني؟ امك تضايقت؟ لا يعني مو تضايقت، بس مبين بعيونها أنها في نظرة عتب، خصوصاً أن علاقتي فيها قوية أكثر من أبوي. أدخل. هلا يما. يما صدق الخبر اللي سمعته؟ شنو اللي سمعتي؟
هيثم بيخطب؟ تخيل أخوك هذا النسي، أنا اللي مجابلته 24 ساعة ما دريت عنه، يروح من وراي يحب لوحده ويبي يخطبها. إلا تعالي، أنتي ما تدرين؟ لا لا، من وين بعرف؟ أكيد. إيه. أنا آسف حجية. إيش حق آسف؟ أنت ما سويت شيء. أنت بس رحت من وراي، حبيت وحدة وتبي تخطبها، وأنا اللي في البيت مجابلتك 24 ساعة ما دريت عنك. حسافة ما طلعت علي. طلعت نحيس على أبوك وتعرف تخش السوالف. ولي ما صار هالأبوك وهو يغلط وتجي على راسي. لا يا أبو محشوم، محشوم. أنا اللي غلطت ونسيت أقول لك يمه. إي. الظهر هذا البنت خذت عقلك ونستك أمك من أولها. أفا أفا يا الحب، أنا أنسى أمي حبيبتي وبنت الحب الكبير، أنا أنسى الدنيا كلها بس ما أنساك أنت. هالمرة بس نسينا هالمرة. إيه قص قص علي بهالحكي اللي لا ودي ولا يجيب. يبا أنا آسف، وهذا راسك حبيناه مرة ثانية. إيه شوف رضيت. إيه وأنا أقول ليش ما تعطيني وي الميب راسك إلا هالنزغة اللي قاعد جبالك. بس عادي ما تكفي لين انت خلصنا، نبي عرس ثاني ترى. انزين عسى البنت اللي تبيها حلوه، انا مالي خلق احفاد يطلعون جياكر. ايه من ناحيه حلوه حلوه زوينه يمه، يعني تمشي يعني العيال يمكن يجون اثنين زينين واثنين مبوشين. انزين ابيك توصفها لي. والله يمه البنيه مملوحه، قصيرونه شعرها قصير، انتينا ما ضعيفه، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني ما تعرفين تسولفين تحت، لازم تجيبين هني؟ يبا ما بي أحد يسمعنا. إيش تبين؟ إيش عندك؟ يبا استرح بالأول. قعدنا. يبا الموضوع إذا ما كلمتك فيه الحين ما عندي الجرأة أكلمك فيه بعدين. شنو هالموضوع؟ تحكي. مالو؟ ألو هيثم. هيثم أبوي طقني. أبوي طقني هيثم. شنو؟ وليش طقك فيك؟ قلت له عن موضوعنا. قلت له إني أنا أحبك. ولما درى انك انت للحين ما كملت دراستك وتحب الرسم نفسيا ما شفت انت شلون عصب. تخيل انه هو اصرني انا اشوف المارس اللي جاي من صوبه لما انا رفض فقد اعصابه ومد ايده علي. تدري شنو يعني ابوي مد ايده علي؟ اول مره يسويها. يبا ليلة الحياة الجهاز مغلق أو خارج من بي. سوي على الحين. عفوا انا جاي افتح خط جديد. ف
فعلا انا جاي افتح خط جديد. تبي عادي ولا ذهبي؟ ابي رقم باسم منى يوسف بنت خالتي وخطيبتي. انا اسف بس قلت لازم تعرفين اني خلاص بخطب بنت خالتي. امي بغت تموت لزمت علي اخذ بنت اختها